كلنا نعلم أن الشمس تضيء بالنهار والقمر يضيء بالليل. إذن القمر أفضل من الشمس لأنه يضيء الليل. إنها دعابة شهيرة، وكلنا نعلم في حقيقة الأمر أن مصدر الضوء في النهار والليل هو الشمس، حيث تسقط أشعة الشمس مباشرة على الأرض فتضيء الأرض نهاراً، ثم تسقط أشعة الشمس على سطح القمر ليلاً فيضيء القمر وينعكس ضوء القمر على الأرض ليلاً. لله في خلقه شؤون، ولكن أحياناً نرى أن القمر مخنوق وغير مضيء أو يختفي بعضه أو كله، وهذا ما نسميه خسوفاً كلياً أو خسوفاً جزئياً. إذا ما قصة خسوف القمر؟ هذا ما سنعرفه الآن عزيزي صديق قناة المحيط. من فضلك اشترك بالقناة دعماً لها، وفعل الجرس وإعجاب وشير الفيديو. ببساطة شديدة تنشأ ظاهرة خسوف القمر في منتصف في الشهر القمري عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزءاً منه عن القمر، بمعنى أن تكون الأرض بين الشمس والقمر فتحبب الأرض نور الشمس عن القمر كلياً، أو جزئياً بمعدل خسوفين لكل سنة. هكذا تدور الأرض في مدارها حول الشمس دورة خلال عام كامل، وتدور حول نفسها ليكون الليل والنهار. وهكذا يدور القمر حول الأرض. أشعة الشمس تصل الأرض والقمر، فتصنع ظلاً للأرض على شكل مخروط ومنطقة شبه الظل. في حالة مرور القمر بكامله في مخروط ظل الأرض يكون خسوف القمر خسوفاً كاملاً. وفي حالة وجود جزء من القمر فقط في مخروط ظل الأرض يكون خسوفاً جزئياً. اشترك بالقناة دعما لها، وفعل الجرس وإعجاب وشير الفيديو.